حالة من الحزن تسيطر على الجماهير المصرية منذ خسارة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال مساء الأحد في النهائي الذي أقيم بينهما على الملعب الأولمبي بالكاميرون، لكنها الخسارة التي تعد بمثابة بشرة خير للمنتخب المصري الساعي للتواجد في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه. التاريخ يثبت أن منتخب مصر لا يجمع بين الفوز بكأس إفريقيا والوصول للمونديال في العام ذاته، فالمنتخب فاز بسبعة ألقاب من كأس إفريقيا كأكثر المنتخبات فوزاً باللقب، لكنه رغم ذلك لم يبلغ كأس العالم سوى في ثلاث مناسبات فقط، واحدة منهم كانت في عام 1934 قبل انطلاق كأس الأمم في الأساس. نحن لا نتعلم من النجاح بقدر ما نتعلم من الفشل، مقولة يجب أن يضعها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون في أذهانهم من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة السنغال في الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها نهاية العام الجاري في قطر. المشاركة في كأس إفريقيا ومن قبلها في كأس العرب كشفا عن امتلاك المدرب البرتغالي لفكر يرغب في تطبيقه مع المنتخب الوطني، ومع حالة الحب التي بدأت تنشأ بينه وبين بعض المصريين، قد ينقل المدرب المخضرم عصارة خبرته الكبيرة إلى كرة القدم المصرية، ومنح اللعب مع السنغال في نهائي إفريقيا قبل مواجهة الدور الحاسم الجهاز الفني للفراعنة فرصة للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق السنغالي، وذلك من أجل العمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبو منتخب مصر خلال المباراة، وكذلك لمعرفة احتياجاته من اللاعبين القادرين على تنفيذ خطته التي سيضعها للتأهل إلى المونديال، وهي المهمة الوحيدة التي طلبها اتحاد الكرة السابق من البرتغالي قبل التعاقد معه. فهل يفي كيروش الذي بدأ يرتبط بالجماهير المصرية بوعده وينفذ مهمته، أم سينهي سريعاً قصته مع الفراعنة؟ يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة واحد من أهم نجوم النادي الأهلي على مر التاريخ ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن أسامة عرابي. يا كابتن أسامة صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين. منورني كالعادة. الله يكرمك، الله يخليك. عايز أبدأ معاك طبعا بمنتخب مصر قبل ما نروح للنادي الأهلي وبالميراس. منتخب مصر أداء ورضا عند الناس من أداء منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وعلى مستوى اللاعبين والمجهود اللي عملوه في هذه البطولة، وكثيرون أيضا يشيدون بكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. رأي حضرتك إيه؟ هو الموضوع ينقسم في فترة نقلت المنتخب المصري ومستر كروش في وضع تاني غير اللي كان متاخد قبل ماتش كوت ديفوار. أيوه. الوضع قبل كوت ديفوار حاجه وبعد كوت ديفوار حاجه تانية خالص. صح. يعني الناس كانت بتنتقد على مستر كروش في ايه؟ من البدايات معظم تصريحاته الصحفيه كان فيها، مش عايز اقول تقليل من المنتخب المصري، ممكن ما يكونش حاسس بقيمه المنتخب المصري في وسط القاره الافريقيه. كان تملي تصريحات تنم ان احنا حتى قبل البطوله العربيه، ان احنا هنروح البطوله العربيه مش هنعمل حاجه، هنروح بطوله افريقيا يعني مش بعيد عن اللقب. تصريحات كانت معظمها بتوحي للجمهور المصري بكده. دي اول نقطه كانت سلبيه وقع فيها مستر كروش من وجهه نظري. تاني حاجه موضوع تغييرات اللاعبين الكتير، رغم ان انا مقتنع انه طالما هو جاي في فتره ضيقه لابد انه يجرب، ولكن التجارب خدت وقت طويل جدا حتى مباراه السودان. يعني قبل كوت ديفوار، عشان كده بقول لك نقلت كوت ديفوار من بعد كوت ديفوار حاجه، المنتخب وقبل كوت ديفوار حاجه. تغييرات كتير جدا في المراكز لدرجة الناس كانت بتتساءل هو الجهاز المعاون بيعمل ايه، رغم ان انا متأكد ان الجهاز المعاون بيعمل دوره، ولكن في النهاية في مدير فني هياخد قرار، لان انا اشتغلت مدير فني واشتغلت مدرب عام واشتغلت مساعد. في النهاية المدير الفني هو المسؤول. يعني انا ممكن كمدرب عام او مدرب مساعد او مدرب حراس او ايا كان في الجهاز بقول رأيي وبكل قوة، بس في النهاية
المدير الفني هو لا ياخد القرار، هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيتحاسب، وهو لا ياخد القرار ولا عنده الحق القرار. صحيح. مش هقدر اجبره. يعني انا كنت بسمع حاجات مقولات من بعض الناس حتى محاسبين على الوسط الرياضي كان يقول لك ايه، هو كابتن ضيا وشوقي مفروض نقول لكروش يقعد وهم اللي يديروا، يعني اي منطق ده؟ طب ما خلاص يبقى يروح هو بالظبط. وازاي وازاي سايبينه يعمل كده؟ يعني حاطين ضغط على مستر كروش وحاطين ضغط على الجهاز المعاون. صحيح. رغم ان انا عارف ان هم بيقوموا بدورهم. صحيح. بس في النهايه انا اللي باخد القرار. مزبوط. انا المدير الفني، انا اللي بتحاسب، انا اللي مسؤول الاول عن الجهاز. صحيح. فالنقطه ديت كانت مؤثره برضو، كانت عامله جو وحش شويه، يمكن احنا اللي وصلناه كاعلام كنا، يعني لما كان المنتخب لسه اداؤه مش مستقر، يعني وايه دور المعاونين وايه دور ما بياخدش رايهم، وده كمان اكيد مش صحيح. يعني الحاجه الثانيه انه زي ما قلت لك تغيير المراكز خدت منه وقت، لانه هو مش كانش ملم قوي لسه بالكره المصريه. يعني شفنا في مثلا في ماتشات التصفيات تلاقي شريف مثلا واحمد ياسر ريان بيلعبوا كجناحين وقدامه مصطفى محمد في مباراه الجابون هنا. تلاقي فتره في البطوله نفسها مصطفى محمد جناح وصلاح هو راس الحربه. ماشي، كنا بنتوقع ان ممكن تبقى لحظه وهيتبدلوا او دقيقتين ثلاثه وهيتغيروا، فانا اقصد دي خدت منه وقت شويه. فهو ده كان الـ الناس عشان الانطباع الاول. الانطباع الاول ما كانش فيه قناعه عند الناس. النقله الثانيه بقى، وطبعا في اختيارات بعض اللاعبين، يعني زي طارق حامد، زي رمضان صبحي في فتره، زي قفشه وشريف، كل الكلام ده عمل لبس شويه، لانه في ناس هو خدهم مع البطوله العربيه مع احترامنا الكامل ليهم وادوا بجهد وكل حاجه، بس في ناس ما كانتش على لسه على المستوى الدولي اللي يقدر يلعب في بطوله زي دي. صحيح احنا طلعنا في النهايه باتنين تحديدا، يعني كانوا يعتبروا من نجوم البطوله واولهم محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد. وعمر كمال عبد الواحد انت قلتها قبل ما انا اقول. فمحمد عبد المنعم تقريبا يعني يكاد يكون مع، لما نيجي نتكلم على المنتخب في البطوله نفسها، اتنين ثلاثه في المنتخب ادوا دورهم على اكمل وجه في كل المباريات اللي لعبها. صح. يعني مش مباراه ومباراه، كل المباريات اللي لعبها. عشان كده النهارده في تشكيله الافضل في كاس الامم الافريقيه محمد عبد المنعم. يعني ده حاجه محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمد النني يستحقها. صحيح. يعني ما فيش كلام في كده. فده الفايده من البطوله العربيه. دي كانت الفايده من البطوله العربيه. رغم ان البطوله العربيه لو كان حصل تعديلات فيها شويه في حاجات معينه، في اختيارات، في تصميم على البطوله، كان ممكن جدا ناخدها. يعني ماتش تونس ما كانش الفرق الواضح، منتخب مصر لا يقل عن منتخب التونسي، كنا قريبين، بس هي الكره الغلطه الاخيره دي كان ممكن توصل. صحيح. ايا كان دي المرحله اللي هي اللي كانت فيها عدم رضا شويه من الناس والقلق ومن الجمهور والنقاد وكل الناس. من اول مباراه كوت ديفوار تحس المنتخب المصري اتنقل نقله ثانيه خالص. ايوه. دخلوا في البطوله بقوه غير طبيعيه، حتى مش متوقعه لا لينا ولا للناس، حتى الجمهور العادي. مش عشان احنا مش عارفين قيمه مصر. ما هي دي النقطه بقى اللي انا بقول لك عليها في التصريحات الاول، كانت منتخب مصر لما بيروح بطوله يبقى بينافس عليها. طبعا. ما فيهاش كلام. طبعا. ما فيهاش كلام، ما فيهاش انه المنتخب المصري قليل دلوقتي ولا كبير دلوقتي. في منتخبات بتروح البطولات زي ما تيجي تقول كاس عالم. البرازيل مش في حالته رايح برضه من المرشحين في البطوله. بالظبط. المانيا رايحه من المرشحين بالبطوله. صحيح. فرنسا رايحه من المرشحين بالبطوله. مصر وضعها كده. وضعها كده ان مش شرط تاخد البطوله، لانه انت في النهايه 24 فرقه بتتنافس، وفي توفيق بيروح لفرقه في النهايه برضه. يعني كره القدم مهما تعمل. أيوة. في توفيق بيروح لفرقه. صحيح. فمصر مرشح وهي رايحه امم افريقيا، زيها زي الجزائر، زي المغرب، زي الكاميرون، زي تونس، زي كوت ديفوار، زي نيجيريا. سبع ثمان فرق اللي هم يعني مترشحين بوضوح من كل الناس. صح. والدليل ان السنغال ومصر من الناس المرشحه وصلوا النهائي. فدي نقطه مهمه جدا. فالاحساس بشخصيه الفرقه واضح جدا من اول مباراه كوت ديفوار. تنظيم جيد جدا، اللعب بثلاثي الوسط المدافعين
خاصة في حالتنا اللي هي في الماتشات المجموعات. أول تعديلة دي فرقت معانا لما لعب ابتدى يلعب بالنني وحمدي والسلية في نص الملعب تحت مع الخط المدافعين ويقرب الخطوط ونبتدي نلعب بشكل واقعي، فابتدت تبقى ليك شخصية تعتمد بقى على الثلاثة اللي قدام، وخاصة محمد صلاح اللي عليه عبء كبير جدا، ويمكن الناس أحيانا بتنتقد محمد صلاح بس هو برضو معذور لأنه العبء وقع بنسبة 80% في الناحية الهجومية عليه، ودي مشكلة واضحة جدا في مباراة السنغال وواضحة جدا في مباراة أخرى، بس السنغال كمان تحديدا أنت شايف وكل الماتشات أول ما محمد صلاح بس بيستلم الكرة بتلاقي 3-4 لعيبة من كل حتة محاوطينه، فمش كل مرة هيقدر ومش هيبقى طرزان في كل مرة أنه لازم يعدي من كل الفرقة. بقول دايما يا جماعة مش الكابتن ماجد فجأة مسلسل الأطفال اللي هو ياخد الكرة من الجون للجون ومفروض يعدي من كل اللعيبة ويتنطط، فدي مش الكرة يعني. وإذا حصلت مرة مش هتحصل يعني على طول، فعبء عليه كبير في الهجوم. فالفرقة بقت شخصية الفرقة اتضحت في ماتش ساحل العاج، وبين ان احنا مصر دي فعلا من الفرق المرشحة، قدرنا نعدي ماتش هايل من ساحل العاج، ثم المغرب ساحل العاج كوت ديفوار مرشح للبطولة، المغرب مرشح للبطولة، قدرت تعمل مباراة هايلة برضو هايل بنفس الاسلوب وقدرت تكسب المغرب 2-1 ثم الكاميرون، وانا كان في نظري ان ده الاصعب، مش عشان فرقه الكاميرون احسن فرقه لا، عشان ملعبها مظبوط، جماهيرها صحيح، الواحد بحجم صامويل ايتو رئيس الاتحاد وواضح انه محفزهم جامد وعامل حاله ان الفرقه لازم تاخد البطوله، حكم مشكوك في امره ماشي يعني جسامة. كل طب ماشي يعني اصل المباراه كلها كانت ظروفها صعبه، ظروفها اصعب حتى من مباراه المغرب وسهل العالم صحيح، وقدرت برضه تتخطاها 120 دقيقه زي الثلاث ماتشات، ثم المباراة الأخيرة اللي هي بتاعت السنغال، أيا إن كان أنت أديت في الثلاث مباريات اللي فاتوا طبعا أفضل من مباراة ساحل العاج، ولكن الجهد اللي أنت بذلته أكيد كان هيأثر على الفرقة. أيوة، وعشان كده أنا كنت متوقع أن مستر كروش ممكن يعمل تغيير أو تغييرتين في الشكل النهائي للفرقة في البداية، في ناس واضح أن تعبت جدا جدا يعني على رأسهم مرموش واضح جدا أنه مش قادر يعني، مصطفى بيبذل جهد كبير لكن يمكن مش موفق على الجون، بس صلاح تعالى في نص الملعب نفس الشيء، واضح فيه تعب على النني على حمدي على عمرو فتره. الماتش السنغال تحديدا لو قيمته كمباراه يعني مباراه بين فريقين، السنغال كان افضل، والسنغال في المباراه يستحق الفوز، يعني ده مش تقليل من المنتخب المصري، انا قلت لك انه ال 120 دقيقه اللي اتلعبوا في ثلاث ماتشات ثم مباراه السنغال عامله جهد بدني وذهني كبير جدا على اللعيبه، مش هتقدر تطلع طاقتك في كل وقت 120 دقيقه 120 دقيقه كل ثلاث ايام، موضوع صعب جدا يعني مش سهل. المنتخب السنغالي وصل نهائي كاس اللي فات وخسره ونزل ب اولا مخزون بدني افضل من المنتخب المصري، وذهنيا ان هم لاعبين نهائي البطوله اللي فاتت وخسروا، ويعني كانوا نازلين بقوه وضغط شديد واجبروك انك فترات طويله بتدافع انت في مرحله دفاع دايما، لكن يمكن الشوط الثاني والاكسترا تايم جات لنا بعض الفرص اللي كان ممكن تخلص الماتش، زي كره مروان حمدي زي كرة محمد صلاح جات له كرة، بس انا بتكلم على كرة مروان حمدي تحديدا لكن لانها الاسهل يعني، حتى مندي طلع ورجع والجون اتفتح وخلاص جون يعني، هي بتكلم على الهيد لا وفي الشوطة كمان، الشوطة ماشي بس انا اقصد الشوطة الشوطة دي لو كانت على الارض كمان على الارض تجي جون، بس انا اقصد كرة الهيد بالذات حتى مندي لما تشوف الكرة في الإعادة اتردد وطلع ورجع والجون مفتوح خالص، يعني لو أي لمسة في الجون كانت جون صحيح، يعني دي كانت من الفرص اللي جات المنتخب مصر، لكن مجمل المباراة في المباراة يعني في 120 دقيقة يعني بنتكلم صراحة ككرة قلم السنغال يستحق الفوز في المباراة نفسها، لكن هو الزعل في إيه؟ إنك أنت وصلت قدرت تطلع بكل الظروف دي ضربات جزاء. أيوة. ضربات جزاء بتبقى 50-50 صحيح، انت كنت لاكي الحظ يعني او توفيق كان معاك في مباراه ساحل العاج وكسبتها بضربات الجزاء، والكاميرون كسبتها بضربات الجزاء، ولكن الحظ او التوفيق تخلى عنك في مباراه السنغال في ضربات الجزاء، لانك خلاص الفرصه 50-50 يعني صحيح،
في ناس بتتساءل وتقول لك ايه هو ليه مهند شاط اصله ليه محمد عبد المنعم أيوة. طب ما نفس الناس أيوة. محمد عبد المنعم شاط في ساعه العاج وكسبنا صح وفي الكاميرون وكسبنا لا وده بنفس الترتيب كمان وبنفس الترتيب ثم قال لك ايه طب ما كان محمد صلاح هو اللي شاط الرابعه لا لا دي ملهاش اي معنى ولا لازمه لانك انت كسبت مباراتين ضربات الجزاء بنفس الوضع صح طيب نيجي حتى لساديو ماني طب ما ساديو ماني ضيع واحده ضربه جزاء في اول 3 دقايق في المباراه بالظبط يعني وارد انك تضيع فانا مش معول خالص وميسي بيضيع وكريستيانو رونالدو بيضيع يعني وكل الناس يعني روبرت باجيو ضيع واحده تاريخيه فانا مش هعول ان فلان اصل هو اللي شاط لو كان شاط لا ده في احسن لعيبه في العالم بتضيع معلش ما محمد صلاح نفسه كان ممكن يشوط ويضيع مظبوط ليه لا يعني مظبوط فدي مش هي دي اللي هتقيم هي بس الزعل ان كانت بقول لك وصلنا خلاص 50 50 قربنا لكن استفاده بقى كتير جدا ايجابيه في الماتشات الاربعه الاخيره اولهم على راسهم الحالة الفنية الغير عادية للشناوي أبو جبل محمد عبد المنعم واحد من أفضل لعيبة في البطولة كلها صحيح الونش نفس الشيء باستثناء الماتش اللي اتصفي طبعا لكن هايل أبو الفتوح وقبلهم حجازي مش عايزين طبعا حجازي ما نسويش من برضه قبل الإصابة عمل دورة كويسة جدا صحيح فتحديدا يعني بالنسبة لنا الشناوي وأبو جبل محمد عبد المنعم أبو الفتوح الونش حجازي يليهم عمر كمال عبد الواحد هم اكتر ناس كان محافظين على المستوى الثابت في معظم الماتشات اللي لعبوها في ناس لعبت بشكل كويس بس ممكن شوط وماتش لا ونني يعني ماتشات وماتشات يعني ما كانش نني اختير اليوم في الافضل وعمل طبعا. عمل المباراه دي كمان تحديدا على المستوى البدني تحديدا كابتن اسامه وحضرتك انت هتبقى اكتر واحد ممكن تتكلم في هذا الامر كان بيجري جري مش طبيعي يعني طبعا في ماتشات هو ادى فيها بشكل كويس وايضا في مباريات ادى فيها بشكل يعني مش كويس يعني في ماتشات وماتشات لكن انا بقول لك على اللي كانوا محافظين على المستوى تقريبا في كل الماتشات اللي لعبوها ان فترات وفترات طبعا بنبارك له ان هو اختير في ال11 لاعب الافضل في كاس الامم الافضل في كاس الامم الافريقيه لكن تعالى بقى للشق انت عملت الشق الدفاعي بشكل كويس قوي لكن الشق الهجومي ما كانش بالدرجه اللي ترغب فيها ولذلك انت برضو لازم تاخد بالك من الموضوع ده في الماتشات ان شاء الله ماتشين السنغال بتوع التأهيل ما كانش عندك في الـ في الـ في الـ في الاربع ماتشات الاخيره الشكل الهجومي اللي انت تقدر تقول عليه مطمئن له 100% يعني معظم العبء على محمد صلاح معظم العبء يعني انا لا انكر ان مرموش لعيب كويس ولكن في البطوله دي ما كانش موفق التوفيق الكبير وده بيحصل هو الراجل لعب يا دوب لماتش ليبيا وابتدى يلعب الماتشات دي ما كانش موفق انا برضو من النقط اللي انا واخدها انا دي بس بستغرب فيها برضو رمضان صبحي اولا هو مميز جدا في المكان ده ثانيا لما لعب ماتش الكاميرون نص ساعه كان هايل برضو دي غريبه جدا عن استفهام انه لم يستعان به في المباراه الاخيره خالص فدي برضو من النقط اللي يعني كانت بالنسبه لي غريبه شويه لكن زي ما قلت لك الجزء الهجومي ما كناش فيه بالدرجه اللي ايه اللي يعني شكلك منظم هجوميا بالشكل الكبير لكن انت كنت بتأدي الشق الدفاعي والمحافظه على قفل الاجناب والعمق واستماته واستبسال غير طبيعي من حارسين المرمى والاربعه مدافعين واذا كان الثلاثه بتوع نص الملعب اللي قدامهم في مباريات ومباريات ومباريات لكن التكمله للهجوم مع صلاح و مصطفى ومرموش كانت قليله ماشي ما بتحسهاش غير في فترات متباعده في الماتش فدي النقطه السلبيه لكن الايجابيات كتيره زي ما انا قلت شخصيه المنتخب المصري رجعت مستر كروش ما بقاش يعني ايه يغير يعني كتير. حط ايده خلاص حط ايده خلاص. على 90% او 95% صحيح. من شكل المنتخب وده طبيعي يا كابتن اسامه من اي مدرب جديد طبيعي بتقعد شويه تلخبط شويه تحتار شويه وفي الاخر تستقر فده طبيعي دي حقيقه يعني هو عشان برضو معلش انا اتفضل احيانا انا كنت بقول كده اصلي في الانترو النهارده احيانا الناس تحاسب المدرب وكانه بقاله مثلا معانا سنه او سنتين ده راجل بقاله اربع خمس شهور طبعًا. كان عنده تاسكات كتير بسرعه فجاه تصفيات كاس عالم وفجاه كاس العرب وفجاه كاس افريقيا فحسينا ان هو بقاله فتره معانا هو لسه برضو ما بقالوش فتره كبيره رغم كل ده يعني صحيح يعني هو زي ما انا قلت لك
النقله اللي هي من اول ماتش كوت ديفوار حاجه والفتره اللي قبليها هو كان بيجرب فيها، ولكن تجاربه بس زي ما قلت لك كانت كبيره شويه. في يعني مفاجاه ثوريه يعني ثوريه صدمت الناس في حاجات يعني يمكن بخبره، مش عشان طبعا مستر كروش ده راجل مدرب عالمي وكده، لكن احنا بنتكلم بخبره الناس اللي عايشه في مصر، عارفه مثلا ان زيزو احسن مكان ليه في الجناح اليمين، عارفه ان مصطفى فتحي احسن حاجه فيه في الجناح اليمين، عارفه ان محمد شريف افضل كتير في راس الحربه من الجناح، عارفين ان احمد ياسر ريان راس حربه افضل بكتير من انه يلعب جناح. دي خدت منه هو وقت شويه، لكن اتفضل اسالك سؤال بصراحه. ما هي خبره الناس اللي في مصر دي برضو اللي ما لعبتش عمر كمال عبد الواحد باك رايت وما جابتش محمد عبد المنعم؟ يعني محمد عبد المنعم من كام شهر فاتوا ما كانش اساسي اصلا مع المنتخب الاولمبي اللي احنا كلنا فرحانين بيه. عمر كمال عبد الواحد ظهير ايمن رائع جدا بيعوض اكرم توفيق، فهي برضو احيانا الحاجات الثوريه الغريبه دي تطلع علينا نتيجه شفناها. ماشي، هو برضو ما حدش يقدر ينكر انه في حاجات نجحت وفي حاجات لم تنجح طبعا، وزي ما قلت مش معنى انه حد لعب ماتش دولي كويس مثلا يبقى هو ده على طول اساسي منتخب مصر. ما هي برضه في حاجات انا بقول لك في حاجات له وفي حاجات عليه، وفي حاجات اتعملت كويس قوي وفي حاجات اتعملت اقل شويه. ما فيش شك ان محمد عبد المنعم قلت لك مكسب كبير جدا، يعني انا بالنسبه لي مش مفاجاه ان محمد لعيب كويس. أيوة. عارفين في النادي الاهلي انه لعيب كويس ورايح اعاره مع سموحه كويس ومع فيوتشر كويس، لكن التالق ده والثقه اللي بيلعب بيها دي والاتزان دوت وال يعني لا مهزوز في تغطيات ولا في رقابه ولا في انه يبني هجمه ولا انه متوتر بيلعب كل ما بيلعب على احسن مهاجمين الكره. ما هو انا قلت لك عشان كده هو بالنسبه لي انا هو وابو جبل والونش وابو الفتوح اكثر ثباتا في المستوى في كل الماتشات تقريبا يعني في زي ما قلت لك في تباين لكن تقريبا. فمكسب طبعا كبير يعني يحسب لمستر كروش. عمر كمال برضو لازم ندي حق علي ماهر انه برضو هو اللي خلى مستر كروش يشوفه في المركز الباك اليمين او الباك رايت، لانه لو هو ما شافوش في لو شافه في الدوري مثلا في الجناح او بتاعه ما شافوش ماتشين مع فيوتشر في الباك رايت ما كانش هيحطه في الباك رايت. ما برضو يعني مش يعني الفضل بس صحيح ينسب لمستر كروش بس ينسب برضو لعلي طبعا وهكذا. يعني طبيعه الحال ان انا كمدير فني بيبقى ليا اضافات وايضا اللي قبليه ليهم اضافات. ما هو صلاح مين اللي لعبه؟ أيوة. وحجازي مين اللي لعبه؟ وابو جبل مين اللي لعبه؟ والونش مين اللي لعبه؟ وعمر الفتوح مين اللي لعبه؟ وحمدي فتحي مين اللي لعبه؟ وعمرو السليم مين اللي لعبه؟ والنني مين اللي لعبه؟ ما كل دولت جهد مديرين فنيين سابقين برضه. مظبوط. فهي الطبيعي انك انت هتضيف، الطبيعي ان انت جاي عشان تضيف، يعني ما هو انا مش جايب حد خبير عالمي عشان ما يضيفش، ما هو لازم يضيف. صحيح. فما فيش شك انه محمد عبد المنعم اضافه. عمر كمال من الناس المفاجاه ليا، مش برضو عشان لعيب كويس او مش لعيب كويس، المفاجاه انه في المكان ده ولعب بالثبات ده. صحيح. يعني كانت فيها قلق، يعني انا واحد من الناس كنت متخوف جدا بعد اصابه اكرم توفيق والونش بامانه، يعني طبيعي انت واحد احسن كان سيرد باك في مصر الونش واكرم توفيق خلاص بقى هو باك رايت مصر، فجأة بيتصابوا لك وبيلعب عمر وعبد المنعم لعب وكأنهم يعني ما شاء الله. لا انت تحسب طبعا للجهاز الفني. لا ورايح وانت رايح البطوله تاكيدا على كلام حضرتك بتقول ان اكرم توفيق الباك رايت اساسي منتخب مصر ومالوش بديل، الونش وحجازي هما الاثنين مساكين في منتخب مصر ومالهمش بديل. مش تقليلا من اللي موجودين كلهم، بس انت عارف ان الونش وحجازي اللي بعديهم هيبقوا ممكن ابعد شويه. اكرم اللي بعديه هيبقى ابعد شويه. فاكتشفت ان عمر قدم اداء شبه اكرم وممكن يبقى كمان افضل. اكتشفت ان عبد المنعم ادى اداء يعني عوض الونش وعوض حجازي. مظبوط. يعني على فكره حجازي كان في الدوره دي كويس، لكن سواء لما كان بيغيب الونش او بيغيب حجازي وفي وجود عبد المنعم ما كنتش بتحس اي فرق. بالعكس دي من الاسباب الرئيسيه في البطوله ان مصر ما تهزتش في ماتش الساحل العاج والكاميرون والمغرب والسنغال في اوقات كتيره جدا من ثقه عبد المنعم والونش طبعا قبليهم حجازي وايمن اشرف لما لعب، لكن انا بتكلم عشان دول لعبوا كتير يعني لعبوا عدد ماتشات كبير. فما فيش شك انه يحسب لمستر كروش انه لاعب عبد المنعم واثبت انه لعيب دولي قديم يعني مش واحد جديد. دي مفاجاه. صح. وعمر كمال برضو صحيح. ايضا صحيح
كلهم تميزوا. فانت ليك مكاسب كتير في البطوله. لكن زي ما انا قلت لك لازم من تطوير الشق الهجومي شويه. صحيح. وما يبقاش العبء كله على صلاح، لان صحيح. كله يعني انت اول ما صلاح بتوصل له الكوره بتلاقي السيرد باك والديفندر والباك مش هيفضل هو العبء الهجومي متمركز علي. عليه. لازم دي بقى ان شاء الله يعني مستر كروش مع الجهاز الفني المعاون، وبرده انا بشكر الجهاز الفني المعاون لان انا متاكد ان لهم دور كبير، ولكن الناس في مصر للاسف لما بتبقى حاجه كويسه يبقى المدير الفني الاجنبي اللي عملها، ولما حاجه تبقى وحشه يبقى الجهاز المصري ما بيعاونهوش. للاسف في مصر كده. لما المدير الفني يقول لك اصله ما بيسال، لما نلعب كويس يبقى المدير الفني ما بيسمعش كلامهم ولا بيسال فيهم وما بياخدش رايهم، نيجي نخسر يقول لك اصل الجهاز المصري ما بيعاونهوش وما بيقولوش على الاخطاء وما بيقولوش. صح. فيعني طيب عايز اسالك بكره مواجهه كبيره للاهلي مع بالميراس البرازيلي، مطلوب ايه من الاهلي بكره عشان يعمل مباراه كبيره قدام بالميراس زي ما عمل مباراه كبيره قدام مونتيري المكسيكي؟ اولا النادي الاهلي لعب في ظروف صعبه جدا، 11 لاعب بيلعبوا، اولا في ناس ملهاش بديل. طاهر لعب راس حربه، صحيح هو لعب بعض الماتشات في المقاولين لعب راس حربه، ولكن اجاد يمكن احلى ماتش لطاهر حتى لما كان بيلعب في نص الملعب مع النادي الاهلي الماتش ده اجاد فيه اللي هو بتاع مونتير الاخير. كان في عجز في دكه الاحتياطي. صح. يعني تعالى كانوا اتنين قاعدين احتياطي، مصطفى شوبير وحمزه ادي اتنين حراس مرمى، محمود وحيد وكريم فؤاد اتنين على الباكات، وبعد كده مكسوني وليد سليمان والثالث كان مكسوني وليد سليمان وزياد طارق. طبعا خبرته لسه صغيره. لا عندك قلب دفاع ولا عندك وسط مدافع ولا عندك راس حربة. فالنادي الاهلي ادى مباراه جيده جدا وقدر يفوز بيها. يمكن في اول بس ثلث ساعه كان فيه الربكه وارتباك، لكن بعد كده قدروا يقفوا على رجليهم، وهاني جاب جون جميل جدا، وكل الناس ادت اداء ما كانش متوقع في غياب العدد الكبير ده. صح. سواء اصابات او دوليين. اصابات او دوليين ومراكز مش موجوده. صحيح. يعني مراكز. صحيح. انت مش يعني لاعب ديانج وقفشه في النص وقدام شحات ومصطفى وقصدي وطاهر كان الشحات وطاهر والجناح الشمال كان كان الشحات وطاهر في الهجوم. والثالث كان هقول لك ثانيه واحده بس انا اطلع احمد عبد القادر. واحمد عبد القادر برضو اللعيب المميز جدا، وانا اعتقد لو هو كان مستر كروش شافه ماتشات كتير كاساسي، هو ما كانش بيلعب اساسي، ممكن جدا ينضم للمنتخب لانه عنده قدرات كويسه جدا، زي محمد هاني، زي ما اتكلمت على طارق حامد، زي ما اتكلمت على قفشه، زي ما اتكلمت يعني في بعض العناصر ممكن تتضاف بعد كده. من وجهه نظري طبعا الشخصيه اكيد مستر كروش هو اللي بيقود، هو الجهاز المعاون ليه. شايف مين من الدوليين بكره المفروض يشارك؟ الخمسه الدوليين يسافروا للاهلي. بص صعب جدا. صعب جدا على حمدي وعمر السليه. أيوة. صعب جدا يعني لاعبين وعبد المنعم دول لاعبين اربع ماتشات 120 دقيقه في الزمن ضيق جدا، وهيوصلوا صح. على الفجر على الماتش. صح. صعب بس هيزودوا على الاقل دكه البدلاء لو احتجتهم لبعض الدقائق القليله. ممكن ينزل، لكن ايمن اشرف ما لعبش اخر ماتشين. يقدر يشارك خاصه شريف. انه مغربي هو اللي بيلعب السرد باك، انت عارف مستر المسلماني بيلعب 3 4 3. صحيح. فكان بيلعب ياسر ورامي ومغربي ادى ماتش كويس، بس برده عشان ولد لسه صغير برده جاله توتر وكان مشدود وجاله كرامب وكده، ممكن يبدا بيه، بس انا الافضل انه يبدا بايمن اشرف لو يعني سليم لانه هو مريح. وشريف رغم ان طاهر ادى بشكل كويس جدا في راس الحربه، ممكن يبدا بشريف او ممكن يخلي شريف على الدكه، بس هم اقرب اتنين يشاركوا ايمن وشريف، بعد كده عمرو وحمدي وعبد المنعم يبقوا تعبانين جدا، ممكن يبقى يستفيد منهم على الدكه شويه دكه البدلاء. فنتمنى انه الاهلي يوفق ويقدر يعمل ماتش كويس زي الماتش اللي فات اللي اسعده بيه جمهور النادي الاهلي. الله. كابتن اسامه شرفتني ونورتني، دايما بسعد جدا بوجود حضرتك معايا. الله يخليك يا كريم، وكل التوفيق لمستر كروش والجهاز المعاون والمنتخب المصري ان شاء الله، وان شاء الله يقدروا يعوضوا اللي هي الهزيمه دي بتاعت السنغال في تصفيات كاس العالم
ان شاء الله يكونوا في كاس العالم ان شاء الله والنادي الاهلي يكسب بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن نورتني وشرفتني. الله يخليك يا كابتن وسام. الله يخليك. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل احمد نجيب ومحمد جمال تحليل شويه تحليل رقمي لاداء منتخبنا في كاس الامم الافريقيه وبالتاكيد مواجهه الاهلي وبالميراس غدا ان شاء الله. خليكم معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.